السلام عليكم طلبتنا الاعزاء ان شاء الله الجميع يكون بخير اليوم نتحدث عن موضوع مهم وهو النورماليزيشن اللي هو ممكن يكون اخر موضوع في ماده قواعد البيانات حتى بعدها بالنصف الثاني ان شاء الله نبدا في تحليل الانظمه النورماليزيشن او database normalization طبعا هي احد التقنيات لتنظيم البيانات في قواعد البيانات وهي طريقة منهجية لجعل التيبلز بشكل صحيح في تقسيمها الى اكثر من تيبل بحيث تكون عمليات الانسيرت والابديت والدليت بشكل افضل وأسهل بالإضافة إلى حذف البيانات المكررة وغير الضرورية فتكون عندنا normalization تتضمن تقسيم dividing database إلى أكثر من table طبعا مع الحفاظ على relationship والعلاقات اللي بيناتها اللي راح تكون جزء من عدها بين الـ primary key, والفورينكي وبقية المفاتيح اللي أخذناها في المحاضرات السابقة. عادة يكون عندنا النورماليزيشن بثلاثة مستويات اللي هو الفيرس نورمال فوم والثاني نورمال فوم والثالث نورمال فوم. والنورماليزيشن طبعا هو استعمل لثلاث أغراض رئيسية اللي هي الغرض الأول هو إزالة البيانات الـ useless اللي هي البيانات الغير نافعة في الجداول وأيضا عملية التأكد أنه هذه البيانات تكون بشكل منطقي مخزنة logically stored وقلنا أيضاً اللي هي simplifying اللي هو تسهيل عملية الـ insertion والـ deletion والـ update يعني إذا تلاحظون هذا الـ table اللي عندنا هذه البيانات هي في صيغة الان unnormalized form هذا اللي هو عندنا جدول الستودنت student أو جدول الطلبة نلاحظ بيه انه البيانات هي في صيغه الـ ال ان راح نشوف هنا عندنا مثلا النيم قلنا النيم المفروض البيانات تكون الفيرست نيم والسكند نيم حتى تكون عمليه الاسترجاع صحيحه والديتا انتجريتي يكون صح كذلك نلاحظ انه عندنا تكرار في جدول الطلبه اللي هو في البرانش اللي هو سي اس اي خلينا نقول كمبيوتر ساينس انجينيرنج وهنا الاتش او دي اللي هو الهيد head of department رئيس القسم ورقم الأوفيس office أو الأوفيس office telephone number فنشوف بيها تكرار شنو الملاحظات اللي على هذا التيبل احنا هنا اه هذا التيبل في حال ردنا نضيف 100 ريكورد من الاسماء اللي هي راح تكون بالنيمز هنا فراح اضطر اني اعيد كتابه البرانش والهيد اوف ديبارتمنت والتليفون اوفيس تليفون نمبر 100 مره وهذا طبعا هذا راح يكون عندنا ضياع بالوقت وضياع عندنا بالسايز وضياع عندنا بالجهد um, فهذه هي تعالج بالنورماليزيشن عندنا المشكله الثانيه هي في عمليات um, الابديت لو اني فرضا رديت احدث هنا لو um, على مثلا التليفون نمبر اوف ذا اوفيس فاذا انا عندي الف ريكورد راح انا اروح على الجدول واغير في الف مكان او اذا عندي 100 ريكورد راح اغير في 100 مكان وهذا ايضا هو غير صحيح بالاضافه الى عندنا عمليات الحذف لو انا حذفت هذول الاسماء من ستودنت تيبل راح تنحذف وياهم المعلومات الاخرى اللي هي البرانش والهيد اوف ديبارتمنت والأوفيس تليفون نمبر طبعا هذا هو الكلام كله اللي احنا نتح... يعني تحدثنا به هو كله هنا مشروح ومذكور في حال تحبون المراجعة الحل شنو؟ الحال انه عملية النورماليزيشن هي عملية ديفايد للتيبل نستوي ديفايد نقسم التيبل الى اكثر الى 2 or 3 تيبلز حسب ما تكون الحاجة اللي احنا نشوفها صح فبالنسبة الى التيبل السابق اللي احنا شفنا نفس الفكره هنا موجوده بهذا التيبل اللي هو student تيبل لو انا عندي خلينا نقول هنا 3 خلي نيمز اللي هو هذا اي او بي وعندنا هنا الرول نمبر اللي هو الرقم التسجيل ونشوف هذا البرانش اللي قلنا عليه اللي هو السي اس اي او الكمبيوتر ساينس and engineering department فالافضل شنو اللي يصير في هذا التيبل اللي السابق؟ الافضل انه احنا نقسم هذا التيبل الى تو تيبلز شلون؟ راح نسوي عندنا تيبل يحتوي على معلومات الستودنت وتيبل يحتوي على معلومات البرانش او الفرع ايش راح يكون بيه؟ راح يكون عندنا البرانش اللي هو الكمبيوتر ساينس او ممكن اضيف طبعا اذر برانشز مثل البيولوجي والكيمستري وغيرها والهيد اوف ديبارتمنت راح يكون في مكان واحد والتليفون نمبر راح يكون ايضا في مكان واحد في حال ردت اضيف راح من اجي اضيف هنا أنا رقم اربعة راح اكتب السي اس اي في مكان واحد والسي اس هذا طبعا مرتبط في جدول ثاني اللي هو البرانش آه والمعلومات البقية هي هنا راح تكون ما يحتاج اعيد اكررها في مئة مكان هذا واحد في عمليات الابديت لو هنا رئيس القسم تبدل اللي هو الهيد اوف ديبارتمنت بدل ما كان مستر اكس او واي صار مستر زد فراح اشطب في مكان واحد في حين اني في الجدول السابق اذا اردت اغير لازم اغير مستر اكس هنا في اذا عندي ميت ريكورد لازم اغير في ميت مكان إضافة إلى عمليات الحذف اللي راح تجري عليها على على الطلبة اللي موجودين في الستيودنت تيبل في حال حذفتهم ما راح تنحذف معلومات الـ البرانش اللي هي موجودة في البرانش تيبل هذه هي الفكرة الأساسية من عملية النورماليزيشن هذه هي عملية الإضافة هنا نضفنا في مكان اللي تحدثنا به قبل قليل فصار عندنا إضافة فقط في مكان واحد اللي هو student table هنا المعلومات موجودة وهنا في عمليات الحذف إذا حذفنا student table راح تبقى المعلومات اللي تخص البرنج والبقية بدون أي خسارة قلنا الصيغ النورماليزيشن هي عندنا نبدا في الفيرست نورمال فورم آه راح تكون هذه في عمليات التصميم احنا حتى احنا التيبل حتى نحوله من اليو ان اف الى الفيرست نورمال فورم لازم اول شيء آه هذا لازم يكون القيم به وحيده اللي هي اتوميك فاليو يعني شنو هنا هنا يكون عندي الفيرست نيم في كولوم واللاست نيم او الـ او نيم يكون في كولوم اخر حتى تكون عمليات الاسترجاع صحيحه هذا اول شرط الشرط الثاني لازم البيانات تكون من نفس الدومين حنشوف هنا أنا اكو خلل هنا أنا اكو بيانات الدومين هو مو نفسه هذا العراق العفو هاي هنا البيانات من من نفس النوع اللي هي عراق ويوكي لو كان هنا أنا اكو تغيير مثلا بين الاقطار وبين العواصم لو كانت هنا بغداد راح يصير خلل فلازم هاي كلها تكون كلها من نفس الدومين ايضا الكولومز طبعا هنا لازم تكون تمثل بشكل وحيد يعني الريكورد يختلف عن ريكورد اخر بالتمثيل وطبعا الاوردر اللي هو ترتيب البيانات هو ما ياثر اذا تصعد ريكورد باسم احمد قبل محمد وهكذا الا اذا انت يعني تريد ترتب البيانات بشكل الفابتيكلي بالشكل الابجدي. ننتقل الى السكند نورمال فورم، طبعا البيانات حتى تكون بالسكند نورمال فورم هي لازم اول شيء تكون بالفيرست نورمال فورم تمر، هذه اللي هي نشوفها امامنا. وبعدها لازم هذه البيانات لا تحتوي should not have uh, partial dependency اللي هي الاعتماديه الجزئيه uh, فلهنا أنا راح أكم... uh, هنا راح أن... يعني نتوقف ونكمل في الفيديو الثاني شكرا لمتابعتكم